السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم. وان شاء الله لا فيديو ديالي هذه تلقى اخواتاتي كامله كيما راهم مهنين. دائما في المواضيع اللي تخص رمضان الكريم، ربي يجعلنا من الصايمين ان شاء الله. كاين تدبيره بسيطه ولا فكره نشاركها مع اخواتاتي، باش يعني كاين اشياء كي تلاقاو بهم تعرفوا يعني ماشي داروا، ولا باغ اكزومبل الفكره عجبتكم ديروا لا ميم شوز. البنات هنايا جو سي با لو ما فين تشوفوا هاد الصفايات هادوما، شوفوا هذه راني شريتها على كل حال. هذيك شوفوا البنات، شوفوا كيفاش دايره فيها اليد. شوفوا هنا واش كاتبين، 29 سنتيمتر باسوار اونتي ديكلاتون. معناتها البنات هادية يخي شتو في رمضان يعني يكثر القليان، يكثر القليان، ماشي غير البطاطا، الفلفل الحلو، لي زيسكالوب. المهم هاد الصفايا شوفوا كيفاش تتحط، يعني وكاين بليزيوغ ديامتر. يعني هنايا كيما هادية هاهو ليك القطر ديالها 29 سنتيمتر، كاين اصغر كاين اكبر. يعني كي كل وحده تشري على حسب المقله ديالها، انت كي تعودي تقلي ديريها سكي في هذاك التطراش لي طرشاك، وتعرفوا كي نعودو نقلي ولا نعودو نقلي ولا دائما لي باغوا هادوك يتوسخوا. سكي كي تشوفوا هاد الصفايه هاديه يعني مليحه براتيك الكوزينه، حاجه بسيطه. لو بري ديالها يعني ما يديباسيش، كاين 30 اللي بيعها 35 تلحق حتى 38 ألف، لكن ماشي خساره في الكوزينه البنات. يا اخي هنا راني نشارك معكم الافكار اللي باغ اكزومبل كي نتلاقى حاجه براتيك هكا ونشريها نشاركها مع خواتاتي، ولا على وحده فاتر انتريسي. شوفوا البنات راني دشنتها معكم داير دوك في نحيلها البابي تاعها، راني وريتها لكم برك باش تشوفوا. سي ان برودوي شينوا هاكو تعرفوا هما، ها هوليك هو هما يقول لك هنا فروم جيرماني، وراني ها فروم جيرماني كاليتي انفا. ومن بعد هنا يقول لك المنشأ الصين، بون سي با نوتر سوجي، لكن ها هي لك كيفاش يعني فريمون تري براتيك. شوفوا هنا تجي فريمون رقيقه بالبزاف، شوفوا ها هي لك كيفاش تجي فوالا. وثاني شاركت معكم يعني العام الاولاني اللي فتحت فيه القناه التدبيره اللي بالنسبه لي هي تدبيره رائعه. البنات كي تعودوا تقليو شفتوا لي كاسخول، هنا عندنا بلوتو المقالي، عندنا هذيك المنطقه هنا اللي تجي حديد ولا اينوكس ولا دائما، ونفعت يعني بزاف اخوات وعجبتهم الفكره تغلفوها هكا قبل ما تقليو هكذا. وراكي تقلي يعني غير تكملي تنحي، جو بريفير تخسري شويه ان بو تاع بابي الومنيوم كو ما تقعدي تحكي. وهاد المنطقه دائما تجي ضيقه وتراكم الاوساخ، ومن بعد كيولي لنا تراكم. هذه بالنسبه للتدبيره. وثاني السؤال اللي راهو يتعاود لي بالنسبه يعني المفروشات، لا اللي بيع المفروشات اللي شريت عليه هاد لي كوفر هادوما، شوفوا البنات لي كوفر هادو البنات. الحانوت جاي في لاغي شاغاس، كي قلت لكم موريتانيا انا بور موا انفا يعني اللي يسكنوا بتاتر في الجي سنتر، موريتانيا لاغي شاغاس هذيك طلاعيه على اليسار تاعكم كي تجوا طالعين على اليسار، راهو كاين واحد يبيع دي تخيك بزاف بزاف مانيفيك. هو اللي شريت عليه هاد يعني هاد الطابليه هادية البنات، ها هي ليك مازال ما استعملتهاش، انا استعملها بروميي جور تاع رمضان فال هي ميم توار سيري والله مازال ما فرشتوش. نحب اول يوم نحب هذيك لومبيونس تاع كي نشري فال نحطو لو بروميي جور. الوغ علاش شتو حنايا يعني كي نعودو دايما يدينا هكذا دايما دايما سكيفي دايما شيفونا سكيفي، هذه سربيتا تساعدني 100%. وبالنسبه حبيبات قلبي يعني الموضوع اللي هضرت فيه على يعني الناس اللي تقول على رمضان توصل قد التعليقات الوقف في الكوزينه ما تقدروش تصلوا تراويح. المهم انا من قديم الزمان يعني نط على مالية وتبعت يعني هاد السيره، دوك ما على باليش كل واحد كيفاش يخمم. انا ندخل للكوزينه يا بنات مور العصر، نصلي العصر ديالي وندخل لارجومون لو طون لارجومون، وانا بالعقل والقنا بلاك تقولوا طيب هذاك الطياب تاع الجريان ولا، والله صدقوني نحط هذيك القديره الصغيره تاع الطين ديالي وندوزن هذيك الشريبه غير بالعقل ونزيد. والتبذير من قديم الزمن يعني احنا عوايدنا ما نكذبش عليكم رمضان يا اخي، قلت لكم من في القضيان نتبع نفس ولا جا رمضان في اول شهر دائما هذاك هو واش مالفا نقضي واش يكون شويه زياده فرماج طونك وتعرفوا كريم فريش نستعملوا بزاف هاد الحوايج، يكون بتاتخ جات شويه بزياده ولا طريف تاع اللحم تاع البقرين نديروا به شريبه، سينو القانون هو القانون.
التبدير كيما قلت لكم اللي هما ليه يعني اللي بدل التبدير حرام، وماشي غير في رمضان تبدير حرام، التبدير راه حرام في طول العام. سكي في الكوزينه البنات مور العصر، ميم لو كنديروا بروغرام يعني لعمركم تصلوا العصر تدخلوا تصلوا عن النبي كلش ساهل. ننصح معناتها حاجه ماشي مالفه طيبيها وجامي درتيها، دو بريفيرونس راكي راح تفطري الصايمين ماشي تقعدي ديري التجارب نهار رمضان. الواحد هكا هاد الايامات عجبتك كاش وصفه يسيها يعني دير كميه قليله ويسيها ماشي هذاك النهار، لاننا عندنا مسؤوليه تاع افطار الصائم. الرجال يخرجوا الصباح مساكن يخدموا، كاين اللي عندها ولادها رجال يخرجوا، اللي يقرا يقرا واللي يخدم يخدم، يجوا يا اخي يقول لك رمضان تاع الشهوه يعني الناس تتشهى تتشهى. الوغ المراه تكون يعني وكل وقفه راكي طيبي وراكي تذكري في الله سبحانه وتعالى. جامي العمل تاعنا في المطبخ راح ينقص من العباده ديالنا، او كونترير صلوا على النبي. واش ولات هذه الكوزينه هذه نورمال؟ انا او كونترير رمضان هو اللي عندي فيه الوقت، بيسكي ينقصوا لي دابيتود 4 غوبا في النهار، يولي ان غوبا واحد واحد كيفي ندخل الكوزينه مور العصر وراني نبريكولي كل مره واش ندير، وراني نشارك معكم الحمد لله كيما زمان كيما اليوم، ما يعني ما خبيت عليكم حتى حاجه. الواحد برك ما يستخسيش روح، ويعني الحكايه اللي حكيتها كاين شويه اللي تبيكاو يا اخي ماشي مليح نورمال. امام ولا وحده كانت فنيانه تنحيم تفنين تاعها وتنوض كيما قال اخو تخزي الشيطان، ودير في بالها بلي راهي ديري في حاجه مليحه، والصايم هذا يعني تفرح روحها وتفرح العائله ديالها. وكل واحد يكسر رجلو على حساب الحافو ولا على حساب المكان اللي عنده، كل واحد يصير يعني على مقدوره. التبذير اللي عنده يبذر، كاين الناس دائما ننصحوا بعدم التبذير، اما يعني لا ماجوريتي راني نهضر مع الاغلبيه، انا كلامي راهو مع الفئه المتوسطه ولا دون المتوسط، كاع خدامين حزام واش يبدروا مساكن واش يبدروا. ولا كنتي من الناس اللي باغ اكزومبل تشهي وطيبي بزاف، نو علاش لا فيديو اللي درتها غير كيما قصرت معاكم قصه طويله ودرت الشريبه قدامكم والخبز قدامكم. دائما نقول الشربه ولنا الخبز اللي مخدوم في الدار هو الاساس تاع الطابله، ومن بعد خير رمضان تاع الكميات. الكميات والله صدقيني بربع تاع صدر تاع دجاج وانت درتي قنين حكيمه يقولوا الله الله واش راح نطيبوا كيما قال اخر الصفاري. وكل واحد يعني على حساب مقدوره. صلوا على النبي وصفوا قلوبكم ان شاء الله، وربي يدخل يعني ربي يدخل علينا رمضان وحنا قلوبنا طاهره وصافيه. واللي عندها كاش ديفوتي تحاول انها تصلح من نفس ديالها، اما يعني ولا ما على باليش دابخي واش قريت شويه في التعاليق كاين اللي تقول لك كيفاش ورمضان وتدخلوا من الصباح. انا في حياتي ما سمعت واحد يدخل من الصباح للعشيه. انا وقتاش الصباح يكونوا عندي مثلا ضيف، راني نقصر معكم خواتاتي، مثلا عندي ضيف وديسيديت ندير شحال من حاجه وما عنديش شربه جديده معناتها كلش جديد، نوجد مثلا نشوي الفلفل ديالي مع الصباح فقط، هذا ما كان نشوي فلفل ولا باغ اكزومبل ولا سلطه دو فروي نديرها ونوجدها نحطها في الفريجيدار. اما الباقي نحب ما نكذبش عليكم ندوز القدره ديالي وتتحط الشربه، ما نحبش الشربه المسخنه، الشربه من يعني سخونه تتسقى لوليداتي. وندورو وندورو ونولو هذه كل واحد وطريقته، كل واحد على المشنط، كل واحد على المشرنا سبارتاج دي زيدي قدره يعني الطريقه ديالي تعجبكم. المهم بالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني لو مونيو وتنظيم الوقت اي توسا، راني في رمضان باذن الله غنعاود ندير معكم دي روتين يعني واش ندير ساسيرمون سكو جو في الدار. انا رمضان من احلى الشهور عندي، الشهر المفضل عندي، على نحس البركه نشمها نمسها، نهار يولي فيه الوقت، نهار تاع الصح يولي فيه البركه ونقدروا نديروا شحال من حاجه. المهم المنوض بكري، انا دائما نقول المنوض بكري. هذه هي خواتاتي، وان شاء الله يعني كل حاجه راح نشاركها معكم يعني في الايام المقبله باذن الله. وهذه هي خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، حبيت نوري لكم هذه الصفايه هذه لي يعني فريمون جو لا تروف تري براتيك. نحطوها كي نعودو نقليو نعودو نقليو نعودو باش ما يجوناش هذوك الطرارش ونهار كامله وحنا نجرو مور الرغوه. وهذه ودرك اخواتاتي ما قعد لي غير نقول لكم الى فيديو واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.